السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي بي تي برومتر بيديك فرصة ان انت تشتغل على جي بي تي 3 وجي بي تي 4. هو عبارة عن اداة او اكستنشن بيضاف للكروم. هو شكله هو انا ضفته، بدوس عليه وبقدر اختار مثلا انا عايز اشتغل مثلا على جي بي تي 4. طيب هشتغل عليه ازاي؟ اسطبه ان انا بدخل على الجي بي تي برومتر اللي موجود في كروم اكستنشن، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. تمام، ده الاوفر فيو بتاعه وده الريفيوز. تمام، مهم جدا ان انت تشوف الريفيوز لان ساعات بيبقى في بعض التولز بتكون فيروس وتكون فيها مشاكل، فلازم تشوف الناس ايه رايها في التطبيق. طيب هو عشان يشتغل اول ما بتحطه بيطلب منك الاي بي اي كي. فانا بعمل ايه؟ فبدخل على الاوبن اي اي اكونت اي بي اي كيز، هسيب لك الرابط، وتعمل له كيو كرييت نيو سيكريت كي عشان يشتغل معاك بشكل كويس. طيب دلوقتي مثلا انا فاتح اهو الصفحه ديت، تمام، وفي جمله مثلا معينه بروح معمل عليها سيلكت رايت كليك جي بي تي برومتر واقول له خد جاوب السؤال دوت واقول له سبميت. فكانك فتحت الشات جي بي تي ويبدا ان هو يجاوب معاك، وتقدر في اي لحظه تضيف اكتر من سؤال اد. لو خلاص اخدت الاجابه اللي انت عايزها ممكن تروح اعمل له ستوب. طيب خلينا نشوف سؤال تاني اهوت، ممكن نسأله مثلا السؤال دوت قوله سبميت. وفي ميزه برضو ان انت تقدر تسجل صوت السؤال بتاعك، تسجله صوت بحيث ان هو يحول الصوت ده لكلام وتتلقى الاجابه على السؤال.